نعمل المكرونة بالطماطم المجففة أو السان دراي توميتوز. الطماطم المجففة بتتباع في كل السوبر ماركت في برطمانات، في منها في مية وفي منها في زيت زيتون، واللي في زيت الزيتون أفضل كتير طبعا. بيعملوها إزاي؟ بيجيبوا الطماطم بيقطعوها شرايح رفيعة جدا، وبعدين بيحطوها على صواني على أيا كان على فوط، ويرشوا عليها رشة ملح ويسيبوها لحد بكل ميتها تنزل والفوط تشربها. بيرفعوا الطماطم من على الفوط وبيحطوها على ورق زبدة على نفس السجاد دي، وبعدين في طريقتين، يا إما دخلها الفرن على درجة حرارة واطية جدا 100-120 لحد ما تنشف، وفي طريقة تانية بيحطوها على تحت الشمس على الضوء بتاع الشمس تنشف. الطريقتين معمول بيهم والطريقتين حلوين جدا. بعد ما بتنشف بنجيب برطمانات معقمة نملاها من الطماطم، وبعدين نملاها زيت زيتون ونقفلها. دي طماطم، دي طريقة الطماطم المجففة. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعة المكرونة. عندي مكرونة مسلوقة أي شكل، وعندي طماطم مجففة، وعندي كريمة ومية، عصير ليمون، ملح وفلفل، وبقدونس مفروم. يعني موضوع بسيط جدا وما فيهوش أي تعقيدات. هاجي هنا زيت زيتون، بسم الله. هنزل الطماطم المجففة على زيت الزيتون هنا، بسم الله. أنا رفعت من على النار لأنها سخنت قوي، فمش عايزة برضو الحرارة تبقى عالية زيادة عن اللزوم. هحط ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود، وهحط بقدونس وهرجع تاني على النار. يبقى بقدونس ممكن كمان على فكره تحطوا فص ثوم مفروم اذا حبيته، للي بيحب الثوم يعني. طماطم مجففة، زيت زيتون، ملح وفلفل، بقدونس، برضو البقدونس ممكن يبقى أي حاجة خضرة. وبعدين أقوم واخدة الكريمة، كوباية كبيرة محترمة من الكريمة. عايزين القوام يكون تقيل، ممكن كنا ندوب في الكريمة معلقة من الدقيق. عايزينه القوام يعني خفيف، خلاص مفيش داعي للدقيق. وأنزل بالمكرونة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما عندوش طماطم مجففة ممكن يفتكر انه يحط يفكر انه يحط طماطم عادية. ينفع؟ ينفع، بس ده طعم وده طعم تاني خالص، يعني ملهمش علاقة ببعض خالص. نقلب، وممكن نستخدم ايه مع الاسباجيتي بالذات، شوكة علشان حياتنا تبقى اسهل. طيب برضو ممكن حد يفكر يحط مع الكريمة معلقة من الصلصة علشان يدي صوص روز شوية، ممكن جدا ويبقى لطيف قوي، مفيش مشكلة خالص. يدوبك دقيقتين تشرب من الكريمة ونقدم على طول.